بصوا يا جماعة، احنا النهاردة هنعمل براونس كيك بثلاث مكونات بس، هتطلع بجد تحفة، لازم تجربوها. هنستخدم ثلاث مكونات، هما خليط البراونز وبالتين والدارك شوكليت، اي بقى نوع معانا متاح. هنا هنحط بس الخليط، انا كنت قاسماه على مرتين عادي، ممكن نقسمه، ده نص الباكو هنفضيه كله. خلاص اوكي، هنستخدم 3 بيضات. الأحلى يعني عشان تطلع براونز زي بتاعت بره ان احنا نستخدم 3 بيضات بس، انا هستخدم 2 عشان انا عاملة نص الكمية. وحطيت هنا البيضتين تمام، وهخلطهم مع المية والزيت. هنا هحط شوية زيت قيمة 2 معلقة بالظبط زي ما هو قالنا. هنا بقى هبدأ اخلط كله مع بعضه، هخلطهم وارجع لكم. فضلت اقلبها لحد ما بقت زي ما انتوا شايفين كده سايله خالص، قلبتها كويس قوي. وبعد كده هحطها بقى في القالب اللي عندي. هنا هبقى مجهزه القالب وحطيت فيه زبده. جهزوا بقى القالب، الصينية، اي حاجة، بس انا جهزت حاجة صغيرة عشان الكمية كانت صغيرة. حط بقى نصيحة بقى ليكوا ان انتوا تسيحوا الشوكليت وتحطوها وهي سايحة كده، هتبقى احلى بكتير قوي. هبدأ بقى كده احط الشوكليت. حسينا برضو ان الشوكليت نزلت كبيرة او مكلكعة او في حاجة، حسينا ان هي محتاجة تتقلب، ممكن نقلبها عادي تقليبة صغيرة كده، بعد كده ندخلها الفرن. كده جاهزة على الفرن. مسخنين الفرن كويس وهنخليها على درجة حرارة 180، وهنسيبها بالظبط 25 دقيقة.